جام ديتي خليطة لبي ودمت خرم ليتا مخيمات قاتي ويتا بخبة وخنانة خورديتا چرچو جام ديتي شلام دمارن عم كلو خن سو يولي بتشادو خني وخ الخاخور زرابة دي لنايا تلاثان مارونا بي انجلس ين ما قمت تهيريات البرس خزوة أبي شاقل شوبا تلتاصر بي تشرين قامايا تشرين قامايا تلتاصر بيو تريل بوسري طلاف كورس بتشاقل شوبا البرس خزوة اتلند اطوراي اخ اطرا تي في اي جي ان فيسبوك تأمر دمات مريم وخر زخينة بتعتقد يوخن آها بقالة خايا اللايف بتهاوي ساقطت أربا بدانة كاليفورنيا ساقط أربا بدانة كاليفورنيا بل كسب أستراليا دانة برشتة بتويا بتويا يوم التري خا بليت نشوف السر ساطة بر هذا خ إنا هر أيضا لايف بتهاوي كل أترواته إنا داناتو برشتة بتهاوي سو مدوقنا من دانة كاليفورنيا ساقط أربا 13 بتشرين قامايا بتهوي أمي جدها خرزة خاتن مارينا بنجمن بتهوي لان تبقيات بريشة بريشة من ناشط من أطرة ديلنا إيد وبريشة إيد خسيوتة مرأة برس أبسكوبا كاركوك وإنجي بانت ديانا أو بتهوي عمان سبب كاركوكي لقى قصة فاند ريزر إلى قايرت ناشدين جو كاركوك خابنيانا دي نشقيلكس أمرا سو أنها يريات بتازي قدا ترميتا ين بروجكت إتلو خدتا سو بطلابخ من كل ناش كركوك قمتا من كل ناش كركوك وبيخرطا كل ناش يخينا أطورايسا للتباوت اتهيرخ قدا ترميتا قدا خرزت بتأتقد يوخن تلطن لايف سو بليز سقطت أربا تلتاصر بتشرين قامايا ويمن أمن جو خرزة خايا وبتقابل عمان أبزي إن انترفيو ودخل البد ريكوردد انترفيو بتهاوى عمان قاشة جي ورقس إت كاركوك وناشي ضيه من كاركوك وخا خرزة رابة رابة سودانا هدي بشوق مبلا أمرالي قد يوخن بإنجلس إن كيس اللي لا سباي ضيلوخن مدي مري. Yes, as Robbie said, we're hosting a fundraiser telethon titled Standing with Kirkuk. This is going to be Friday, October 13th at 4 p.m. California time. You can tune in live at Atra TV, AGN, or St. Mary's Facebook page. And this telethon is going to be hosted by Father George and Marina Benjamin. So we hope to see you there. Please join once again. It's Friday, October 13th at 4 p.m. California time. Thank you, Bella. See you then.